طيب قررت اني انا حوثق لكم التغييرات اللي حسويها عندي في الصالة. وفي هنا ركن الالعاب حق عقيل، وهنا شوية العاب لعمر. هذا المكان اصلا كان صالون، يعني هذه سفرة للضيوف ومجلس يعني حق ضيوف، بس لما جاء عقيل قررنا انه احنا ننقل للصالة اليومية ونستفيد من هذه المساحة الكبيرة. المهم هذه الصالة خلاص بحولها لصالة يومية مريحة لنا، خلاص ما يكون في العاب. هلا الوول بيبر مع كل العائلة. باليوم ركبوا الوال بيبر، كنا مقررين بس نركبه في ثلاث جدران ونخلي هذا فاضي عشان المكيفات، بس صراحة حسيت فرق اللون. يعني هذا حنحط عليه دحين احكيكم قصته. لما شفت فرق اللون قلت لا مرة ما حيطلع حلو، هذا بزيادة ابيض. هذه البقعة قالوا حتنشف. وهنا ركبوا الوال بيبر بس على الكراكس وطلعت باينة، حيرجعوا يدهنوا بويا ويركبوا الوال بيبر. اللون طلع مرة حلو، هو ترى فيه تكستشر بس ما حيبان في التصوير من بعيد، بس تكستشر خفيف جدا تحسه كأنه قماش. خفت اتهور واجيب تكستشر لكل الغرفة يعني تطلع شكلها مو حلو. خلاص حنشتري الكنب باللوفت اخيرا، اتخذت القرار من جد. يعني انا في الفرش مرة احب يعني افكر كثير، بس هذه المرة قررت انه ما اطول عشان الحق التخفيضات. واخيرا خلصت من الصالون كده، يعني انا خلاص مبسوطة. طبعا في يعني ممكن شوية اضافات كده بس على مهلي، ما حقعد افكر فيها خلاص لاني الصالون ده طلع من عيني. انا ليا يعني من يوم ما سكنت في البيت واحس ان الصالون ناقصه اشياء وكده قاعد اطنش الموضوع. فاخيرا اخيرا خلاص خلصت. خليني اقول لكم ايش التغييرات اللي سويناها. ترى معظم الاشياء كده موجوده من اول. اللي اشتريناه جديد من الكنبه هذه مره رهيبه ومريحه. مره زعلت اني ما جبت الثانيه، يعني خليت واحده من دول الكنبات القديمه كان فيه، بس لما عبال ما عملت القرار اني انا بشتري واحدة تانية كده خلصت. فحرجع اشوف دحين لو رجعوا جابوا، بس ما توقع لانه وقتها كان تخفيضات وخلاص شكل البضاعة ديك خلصت. عيبها الوحيد انه هي تتفرق، يعني ما في شيء يخليهم مع بعض، فممكن انها تتحرك. شوفوا زي كده شوية متحركة، يعني لو حطيتوا كاربت من تحت السجادة ممكن تخليها ما تتحرك. هذه قديمة، هذه جبتها جديد لاني ابغى ادخل اخضر في الصالون. وهذه اللوحه الجديده اللي اخذتها من بيت ماما، قاعده اقول لماما اني ابغى لوحه مره كبيره احطها فوق السفره، فقامت قالت لي عندي واحده جربي تحطيها ولايقه على المكان يعني وكذا، اعطت كذا روح. وايش كمان جديد؟ التي في يونت. خليني افتح لكم اضاءه ثانيه، انت فاتحه النور اللي لونه ابيض، هذا احب افتحه في الصباح يعني انه شمس. وهذا التي في يونت، هذا الطاوله من ايكيا تتعلق، واتوقع تقدروا كمان تحطوه في الارض تجي معها رجول. فانا ايش عملت هنا؟ حطيت الطاولات هذه لانها مره عامله زحمه هنا، ما لها مكان يعني ما نحتاجها هنا، ما ينفع المكان مره ضيق. وهنا خلاص انا حاطه ده للكوب والكاسه. وهنا في دي الطاولات اللي اصلا مره صعب انها تتحرك لانها ثقيله وفيها عجلات كده غريبه، دي الطاولات مو مره احبها، فبخليتها هنا ثابته خلاص ما تتحرك. لو جونا ناس كثير اطلع الطاولات من هنا وأحطها يعني بسهولة تتحرك. وهدول عجبوني هنا كمان تحت الطاولة، شفتي الحركة في بنترست. لما يجوكم ناس كده زيادة ممكن تطلعوهم، لو أحد بيستخدمها للرجول برضو ممكن ياخدها. إيش كمان؟ السجادة نفسها قديمة. هذه الطاولة كانت في مكتب أنس، بس مرة أحس أحلى الطاولة تكون زي كده قزاز وتبين الكاربت كده مزبوط. أحس حرام أول كنت حاطة طاولة مخبية نص السجادة. فهوريكم إيش الطاولة، كنت ببيعها بس ما حد راضي يشتريها، فخلاص شكلي بس اخليها في البيت. ما تعجبني كده بزياده، الغرفه صارت خشب 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 في كل مكان، فقلت خليني احطها هنا في مكتب انس. وكمان اتكسر هذا الدرج، فقلت اصلا ما ينفع ابيعها وهي مكسوره، فخلاص بس حخليها وكده. شكلها حتى غريب هنا مو ظابط، بس خلاص هذا الغرفه يعني ما حد داري عنها. هذيك لما كانت في غرفه حسيت كده كتمه، هنا خشب وخشب وكله نفس النوع الخشب، ما اعرف ايش احس وانا بشتري الصراحه. هذا كله جبته زمان وانا عروسه ما افهم ولا شيء، فدحين كل ذوقي تغير. المخدات اخر شيء، ايوه هذه جبتها قريب، مره عجبني يعني ستايل حق المخدات الجديده. ما ابغاها تكون بزياده صالونيه لانه هذه الغرفه اوكي هي لما الضيوف يجوني حقعدهم هنا، بس انا حقعد هنا كل يوم في الليل لما اولادي ناموا لما بروق، خلاص هاي صارت غرفتي انا يعني اليوميه. فاباها كمان تكون شويه كده كوزي ودافيه. فبس هذه الزرعه المسكينه ما اعرف، ممكن اجيب شيء كبير بعدين واحطه هنا. وكان نفسي كمان اخر شيء
ها جبت المرايات على اساس كنت حاطها فوق السفره واستوعبت انها مره صغيره، فقمت حطيتها هنا لانه هذا مكان فاضي. فكنت بفكر اجيب طاوله مره نحيفه هنا تحتهم زي هذه الطاولات بس تكون مره نحيفه، او زي الطاوله اللي في المدخل زي كذا يعني بس على انحف كمان. خليني اوريكم برا بس الاولاد قاعدين شويه كركبت الدنيا. هلو، هنا عندنا السجادة دي الجديدة، هذا القماش الخشن عشان كده جبتها بس واحدة صغيرة تحت المكتب، وهذه للصالة. هذه مرة حلوة سميكة ومريحة كده مرة كوزي. لكم اسماء المحلات، علقنا هذه اللوحة، وهذا ركن القراءة. خليني اقول لكم الاشياء القديمه من فين لانه ما اتوقع حتى يعني ما فايدة احط لكم هي في الديسكربشن بعدين ما تلاقوها في المحل. هاي الطاوله الحلوه من وست الم، في منها دحين بس اشكال تانية مو نفس هذا الشكل ما توقعت تلاقوه لانه مره من زمان اشتريتها. والطاوله هذه برضو من لوفت بس مره قديمه، برضو عندهم اشياء مره حلوه. الطاوله السفره من دايز، صراحه خشبهم ما احسوا ذاك الشيء الكواليتي، يعني هو سعره مره كان ممتاز عشان كده احنا تحمسنا واخذنا كل شيء من هناك، اخذنا السفره واخذنا هذا طاوله السفره والطاولة دي اللي في النص اللي وريتكم هي اللي انكسرت، وهدول اللي في السايد هدول نفس نوع الخشب بس ما احس الكواليتي حق الخشب مرة فظيع. خليني اوريكم ايش قصدي، يعني شوفوا كيف هذا، احنا مرة ما نستخدم دي الطاولات كلها كده من هنا مقشرة، وهدول طبعا مرة انعدموا، هدول استخدمناهم يعني كنا كل يوم نستخدمهم، فشوفوا كيف مرة معدومين مكسرين يعني، فمو مرة احس يتحمل. والكراسي الجلد اللي بفكر ان اجدها لانه كده مرة بدأت تتقطع، هذا كله من دايز، فأشياءهم كده نص نص. شوفوا كيف مع الرطوبة، حتى ترى قريبتي عندها نفس الكراسي وكده سر لها، حتى حقتها تقطعت أكثر من حقتي. ترى أنا كنت بفكر أشتري طاولة جديدة للنص وطاولات جديدة هنا في السايد السايد تيبلز، في الأخير قلت هستخدم الموجود وبس. فمن جد كل الصالون ده ترى نفسه، بس طبعا الكنبة قلت لكم جديدة واللوحة أخذتها من ماما، فبابا هي جاته هدية بس مو هم لاقين لها مكان في البيت فقالوا لي خديها، بس هم مره عجبتهم بس يعني كذا قالوا لي خاصه طالما انه ما بنستخدمها استخدميها انت. وهذه طاوله التلفزيون، هذه كنا نحتاجها من زمان، وهذه المرايات، بس ترى الباقي كله حقي من اول. فحلو كده الشعور اني انا اعدت استخدام معظم الاشياء، وحتى برا يعني الكنب قديم وكل شيء قديم، فمع اني يعني عملت غرفه جديده بس ما اضطريت اشتري غرفه كامله. فدائما كده حاولوا تعيدوا استخدام الاشياء حتى لو انه ترى فيها عيوب يعني زي ما وريتكم الطاولات وكده، بس احس انه عادي يعني تمشي الحال، واصلا عندنا اطفال فاشياء انا كده كده تنعدم بسرعه. نسيت اقول لكم على شيء، الوال بيبر هذا كده هو تكستشر فيه خفيف، مو مرة عجبني التركيب هذه المرة، هم عادة تركيبهم كويس بس عشان البوية أساسا ما هي كويسة، مو باين في التصوير طبعا بس في الحقيقة فيه عيوب واضحة. واحدة من العيوب الأساسية اللي أنا حاولت أخبيها إنه هنا جدارنا كان فيه كده كراكس، فجو حطوا ما أعرف إيش يسموه ده الطبقة اللي تخبي الكراك، وصارت الطبقة دي مرة واضحة على الجدار كده، صار فيه كده هنا خط كل الجدار ده عشان الكراك كده جاي بالعرض كل الحتة دي. فالمهم أنا عشان كده أصلاً كنت أبى لوحة مرة كبيرة ولوحة مرة طويلة أطول شيء ممكن عشان تغطي هذه التشوهات، فالحمد لله هذه جات وغطت نص الجدار، فهنا صار باين بس مرة قليل مو زي اللي كان في النص، اللي في النص كان مرة كان شوه الحمد لله. وهذه المراية أخت زوجي هي اللي طبعاً ترى بتساعدني في كل الاختيارات اللي موجودة في ده البيت، هي اللي approves them قبل ما أشتري، فهي بتقول لي لازم تغيري المراية وتجيبي مراية أكبر عشان هذه مرة صغيرة على الطاولة. فبرضه من الأشياء اللي إذا لقيتها إن شاء الله حجيب. أيوه هي تبغانا نجيب تلفزيون أكبر، طول الوقت تقول لي تلفزيون مرة صغير على الغرفة، وهو صغير يعني عشان الناحية هندسية يعني إنه المفروض الشخص اللي قاعد هنا يعني عشان الكنبة تعتبر بعيدة، ما لو الكنبة هنا فالتلفزيون هذا مقاسه كويس، بس عشان الكنبة هنا بعيدة فالتلفزيون المفروض يكون أكبر عشان يعني. طيب ما في احد دحين، فقلت خليني اصور لكم حط قهوتي. شوفوا عشان اللي مو مستوعب هذا الصالون هو غريب شويه، بس يعني هنا في باب يطلع على التراس اللي هو كان اول تراس دحين صار صاله، فهم لاصقين في بعض كده، وبينهم دي الشبابيك. فهذه الغرفه اللي هنا اضاءتها مو قد كده، فعشان كده يعني كويس انه احنا طول النهار بنجلس هنا، المكان اللي كله شمس ونور واضاءه حلوه،
وفي الليل بأجلس هنا فما يفرق يعني موضوع الشباك، فعشان كده مو مرة مأزمني الموضوع. على موضوع التلفزيون، إيه قلت لكم يعني أنس ما يبغى يشتري تلفزيون جديد غير لو حنحط التلفزيون القديم هنا، عشان يعني هذا تلفزيون جديد ومو هاين عليه إنه يعني يعطيه لأحد أو نصدقه أو زي كده، لأنه لسه دوبنا اشترينا. فبيقول لي يا أما نحطه هنا أو خلاص تشتري، لا ما نشتري تلفزيون جديد. فأنا صراحة أحس إنه موضوع الحجم مو مرة مأزمني، يعني أقدر أمشي حالي، بس for now أحس إني مرة ما أبغى أحط في غرفة الألعاب تلفزيون، أحس كده حلو الغرفة ما غير تلفزيون، وأصلا ما له مكان. يعني إذا حطه هنا في وسط الألعاب ولا هنا ما في أصلا، يعني الكنب facing المكتب حقي. وبالنسبة لعفش التصوير لسه ماني عارفة فين أحطه، أمس عشان جو أهلي فشلت الأشياء من السيب وكده، حسيت إنه أبغى أرتب المكان فقمت شلت الأشياء حطيتها هنا. بس بفكر خاصة أقفل الأشياء دي، بس أنا دي الفترة بصور بهذه الكاميرا نفسها السوني الصغيرة، وبحطها على الترايبودز هذه الصغيرة حقت الجوال. ففور ناو ما أحتاج الترايبود الكبير ولا الإضاءة صراحة، مرة ما بستخدمها لي فترة طويلة، لأنه خلاص أنا وصلت مرحلة من حياتي يعني مع الأولاد ما بيمديني أسوي أشياء تاخذ مجهود ووقت وكده، فيوجولي بصور بالكاميرا الصغيرة أو بالجوال. فشكلي بس أطبق الإضاءة وبعدين أطلعها لما عمري يكبر شوية والحياة تتنظم. بالنسبة لهذه الغرفة أحط لكم اللينك حق الفيديو اللي قبل حق هذه الغرفة والتغييرات اللي سويناها، وموجود في الرابط كل الأغراض من فين اشتريتها. بس الأشياء الجديدة هي السجاجيد وهذه الطاولات السايد تيبلز، تيجي ثلاثة مع بعض بأحجام مختلفة، هذه وهذه البنية وهذه البيضة. يلا بسوي لكم فلوج تاني قريب، تابعوني وسوولي سبسكرايب ولايك وكل دي الأشياء عشان أنزلكم فيديوهات أكتر وأكتر.